السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زينب، ما الذي أتى بك؟ رحبي بأختك يا فاطمة. أهلا يا زينب. أهلا. أهلا يا هند. أهلا يا قوتة. أهلا بك يا ست حسن. يا رب تكوني بخير وكتر ألف خير. حابة أشكرك على كل شيء عملتيه معانا. أقصد أنا ويا قوتة. ده واجبي. المهم تكونوا بخير. يا قوتة، ألن تقدمي هريسة قصب السكر للسيدة حسن؟ ست هند بتعمل هريسة قصب السكر لذيذة جدا، وأصرت إنها تدوقك منها يا ست حسن. تسلم إيدك. شكرا. ممكن أتكلم معاكي؟ أنت بخير؟ الحمد لله، فضل من ربنا يفوق توقعاتي ويفوق اللي نستحق. أنت تستحقي كل خير. كلنا بنخطئ يا هند. المهم تكوني اتعلمتي تكوني أقوى. أقوى بينك وبين نفسك. أقوى على نفسك. أقوى على أي شيء ممكن تكوني محتاجاه إذا كان ده هيأذيكي ويأذي اللي حواليكي. وجودي عند السيدة النفيسة نعمة من عند ربنا. عوضني عن الألم بفرح وخير كبير. لكن أنا خايفة أفقد ده. ما أنا بفقد كل شيء أنا حبيته في حياتي. العمر قدامك لسه طويل. المهم إنك تستفيدي بوقتك في وسط ناس قلبها طيب ومليء بالخير. وإنك تتعلمي منهم كل اللي تقدري تتعلمي. ست حسن، ممكن أسألك سؤال؟ أكيد. تعرفي إن كان عمري بخير؟ عمري بخير، أقل نشاطاً، أكثر حزناً، لكنه بخير. وعدنا السيدة نفيسة بألا نتأخر، فهل عدنا من فضلك يا هند؟ أشوفك بخير يا ست الستات. صندوق ست هند أمانة عندك والنبي يا ست حسن.